نرجع بقى لبطلنا تامر، انت عملت كام رقم كام في البطوله العربيه؟ عملت 4 متر و60 سنتي. 4 متر 60 سنتي ميداليه ذهب الحمد لله. طيب انت شايف ال 4 متر و60 سنتي دول في الفتره اللي جايه ازاي هترفع رقمك ده؟ لا ان شاء الله يعني في يعني نبدا بقى نحسن مثلا التكنيك شويه عشان هو كان فيها، وبرضو نبدا نزود التمرين شويه عشان الفتره الجايه ان شاء الله يعني تمهل ان شاء الله ان انا اعمل 5 متر ان شاء الله يا موسى يا رب يا رب. تمام. بس احنا عايزين 6 متر 16 17 ان شاء الله نعدي لافلين ونعدي سيرجي بوبكا ان شاء الله ان شاء الله. طيب صعوبة البطولة والدول طبعا او اللعيبة اللي هم بيبقوا منافسين لمصر دايما في العاب القوة، اقوى الدول اللي انت بتنافس معاها؟ وكان التاني والتالت كان من العراق. تمام. بس هو كان يعني التاني والتالت من العراق. انا توقعت تقول تونس والجزائر والمغرب. لا دول ليهم تخصصات تانية برضو زي المسافات الطويلة على ما اعتقد. صح؟ طيب الدراسة معلش بقى نتكلم بقى في الجد بقى. بتتمرن كم مرة في اليوم؟ بتمرن كم مرة في اليوم؟ كم مرة في اليوم ليك تمرينة بتاعتك؟ في يعني ساعات يعني بيبقى تمرينتين وفي ساعات بيبقى تمرينة واحدة عادية. تمام. وبيبقوا من 6 لـ5 أيام بالظبط يعني. يعني 5 وحدات تدريبية مثلا أو 6 وحدات تدريبية في الأسبوع؟ مثلا يعني. توفيق الدراسة مع الرياضة. ولازم تنظيم الوقت يعني لازم ننظم الوقت طبعا يعني الوقت اللي في التمرين اتمرن عادي واللي ما فيهوش لازم دراسه. بس فان شاء الله الحمد لله يعني الامور ماشيه حلو. تمام. المدرسه بتساعدك في التمرينات بتاعتك او في اللي هم بيساعدوك ان هو يقدروا يعني في موضوع التحصيل الدراسي بالذات يعني؟ بالظبط هم مدرسه يعني بتساعدني وكده في وقت لما ساعات بيبقى في بطولات وكده هم مثلا بيسجلوا لي مثلا حصص مش عارف ايه فبيفوتنيش حاجات قوي مثلا وبيساعدوني في الحوارات دي. تامر الحياة كلها وردي عندك كده مفيش اي مشاكل؟ الحمد لله.